حكمت المحكمة حضوريًا للمتهمين من الثاني حتى السابع والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين والسادس والأربعين والثامن والأربعين وغيابيًا للمتهمين الأول والثامن والعشرين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والسابع والثلاثين ومن الأربعين حتى الخامس والأربعين والسابع والأربعين. أولاً بمعاقبة كل من المتهمين حاتم السيد زبرون عليها الساعة وشرطه أشرف سلسبيل ومصطفى هاشم الدين محمد ومحمد حسني عبد الكبير يوسف عشري وهاني محمد عبد الحليم علي وشهرته هاني فلاش وعبد الله عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد جحيش زكريا السيد حسين عبد العال وحمزه السيد حسين عبد العال بالسجن المؤبد عما اسند اليه. ثانيا بمعاقبه كل من المتهمين عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم وشهرته عز بالسجن المؤبد عما اسند اليه في بنود الاتهام. اولا تولي القيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وثانياً إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية. وتاسعاً قيادة وإحراز أسلحة نارية غير متشحنة ومتاحة. اثنين عبد الرحمن مصر عبد المجيد وشهرته عبد فوجل السجن المؤبد عما أسند إليه في بنود الاتهام. أولاً تولي القيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وثانياً إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية. وثامناً حيازة وإحراز أسلحة نارية مششكنة ومكانة. وتاسعاً حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششكنة ومكانة. ثلاثة عالم علاء غالب الكلاب الهدف السجن المؤبد عما أسند إليه في بنود الاتهام. أولاً تولي القيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وسادساً الاشتراك في تجمع مؤلف من أكثر من 5 أشخاص. وثانياً حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششكنة ومكانة. أربعة تلميذ حسن محمد فوزي السجن المؤبد عما أسند إليه في بنود الاتهام. تولي القيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وسادساً الاشتراك في تجمع مؤلف من أكثر السيد صابر السيد محمد مصطفى أبو ضيف هاشم حسام حامد حمدي يوسف عشري محمود نور الزهور جمعة وشهرته نور مالك أحمد محمد محمد شحاتة عبد العزيز محمود محمد حسنين علي جاب السجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليه.